طبعا احنا اتكلمنا على موضوع اللقاحات، ولكن عندنا طبعا جهود كبيرة قوي بتبذلها الدولة عشان يعني تقدر ان هي تسد العجز في القطاعات في حالة حدوث اي عجز في اي من القطاعات بسبب جائحة كورونا. والحمد لله احنا ما وصلناش لدرجة ان احنا نقول ان احنا عندنا عجز، فاحنا بنحاول ان احنا بس ندعم القطاعات عشان ده ما يحصلش. الحكومة بتقول ان في 756 فندق و1039 مطعم سياحي حصلوا على السلامة الصحية منذ بدء الجائحة. ده ليه؟ عشان تدعم قطاع السياحة بشكل عام، الشهادات، السلامة والأمانة الصحية. طبعا السائحين الوافدين لمصر بيبقوا كل همهم هذه النقطة، واحنا طبعا كل همنا انه يتم يعني حركة السياحة تفضل شغالة. فاحنا بنتكلم طبعا على عدد من السائحين الوافدين لمصر 1,400,000 سائح. شوفوا حضراتكم هذا المعدل في ظل هذه الجائحة، ده لحد ديسمبر الماضي. وسجل إجمالي عدد السائحين الوافدين خلال عام 2020 حوالي 3,700,000 سائح. 3 مليون، 3 مليون، أيوة تمام.